بنتي ضايعة. شفتك مرة من بعدها ما غبت عن بالي ولا عيني لحظة واحدة. بعدين قلت هذه خايفة. وقت ما نستلم جثتها وندفنها وقتها قولي أختنا ماتت. أنا اللي ضايعة في هذا الموضوع. تدرين أوقات أحس كذا تجينا أفكار إن لينا عايشة وفال لأم أمها، عايشة حياتها بالطول والعرض. إيش رأيك أنت تذبحني وتخلصني؟ لا 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 لا، أنت ما تبين تموتين. اختطاف يعرض الآن على شاهد VIP. اشترك الآن.